السلام عليكم. مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن، الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزيت. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على يوسف بليلي وين يتحدى نجوم باريس سان جيرمان. يعني مباراة اللي غادي تكون في القمة، مباراة اللي غادي نتمناو ان شاء الله بربي يوسف بليلي وين يدخل ويدير المباراة تاعو اللي بالك هي هذه المباراة لا يبي قلبها باش يلعبها. تمنى يلعبها مع باري مع 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 برس. اللي يقول لك عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. تولي كل عام قدام كل عام مع برس تولي ما كان غادي يقدم والو. تولي غدوه ان شاء الله كيما نقول لك قلت لك غدوه غادي مع باريس سان جيرمان يعني قادر يلعب ويقدم ويكون حاسم ويكسب نقاط واخده اخرى كاع وتعطيه صوره واخده اخرى وتعطيه قيمه واخده اخرى. لا يقول لك عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذه هي انا وين سيكون الدولي الجزائري يوسف بليلي على موعد مع اختبار قوي عندما يستقبل رفقاء اجاكشو نادي يعني الرفقاء أجاكشو نادي باريس سان جيرمان مساء الجمعة للساعة 8 اليوم 8 بتوقيت الجزائر على ملعب يعني فرونسو كوتي ضمن فعاليات المرحلة الجولة 12 من مسابقة الدور الفرنسي الدرجة الأولى، وهي مباراة التي سيكون فيها بليلي مرشح بقوة للمشاركة أساسي خاصة بعد الأداء المميز أمام تور حيث يعول عليه الطاقم الفني كثيرا من اجل التواجد ضمن التشكيله الاساسيه التي ستواجه يعني باريس سان جيرمان، خاصه بعد رجوعهم من تور بتعادل والرد البهجه للانصار تاع باريس تاع اجاكشو، يعني وين كانت فرحه كبيره بتعادل بعد ما كانوا منهزمين وين عدلوا النتيجه في الدقيقه 88. يعني كانت نقولوا باللي كانت فرحه يعني، وخاصه وين هذا التعادل جاء في وقت يعني حساس، وقت حساس وين رفع المعنويات تاع النادي اللاعبين تاع باري تاع كيسموهم تاع اجاكسيو. هذه هي وستكون مباراه اجاكسيو وباريس سان جيرمان منقوله على قنوات كانابليس وبيان سبور. وكشفت تقارير إعلامية فرنسية عن تواجد نية لدى المدير الفني يعني لأجاكسو للدفع بالنجم الجزائري منذ بداية المباراة خلال الجولة القادمة أمام باريس سان جيرمان يعني المقرر إقامتها اليوم على الساعة 8. وتكتسي هذه المباراة أهمية بالغة لنادي أجاكسو الساعي لتحقيق مفاجأة بالفوز على نادي باريس سان جيرمان، وذلك على أمل إنعاش حظوظه في الصراع بالبقاء ضمن الدرجة الأولى. يمكن يفوزوا عليهم ما بتجيب تعرف، يمكن يفوزوا. شفت واحد قال لي أحمد شوية صعيبة، واه على بالنا بلي صعيبة باريس سان جيرمان، على بالنا بلي نادي شوية نادي أجاكسو يعني في ثلاث خطوط يعني ضعيف. هذا ضعيف امام تور فادي بصح ضعيف، يبقى ضعيف امام الخبار بصح يمكن تكون كاينه لا فولونتي، كاين تحفيزات، كاين بزاف صوالح. وفريق ما تنساوش باريس سان جيرمان امام فرق متوسطه وضعيفه وين تلقى دائما مشاكل كبيره، تلقى مشاكل كبيره. وشاهدنا امام بريست يعني مرتبه اخيره وين فاز عليه بصعوبه بهدف لصفر، شكون على بالكم. المهم وتكتسي هذه المباراة أهمية بالغة لنادي أجاكسو الساعي يعني لتحقيق مفاجأة بفوز على نادي باريس سان جيرمان، وذلك على أمل إنعاش حظوظه في الصراع البقاء ضمن الدرجة الأولى. ويتصدر باريس سان جيرمان صدارة الجدول بترتيب المسابقة برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد أجاكسو في المركز 18 برصيد 8 نقاط، يعني فرق كبير 21 نقطة. بليلي من أجل رد الاعتبار لنفسه ماذا بينا، ويعد لقاء باريس سان جيرمان ذات أهمية قصوى بالنسبة لبليلي. يعني احنا نتمنى إن شاء الله ما يديرش لعاب يدخل بدون ضغوطات، ما يديرش ضغوطات في راسها بزاف، يدخل بدون ضغوطات يقدم مباراة، ما كاش كاع مشكل.
حنا ماذا بينا كي معك يدخل مكاش مشكل، مكاش العيا هذه اللي نتمناوها ان شاء الله. ويا اللقاء باريس سان جيرمان يعني ذو اهميه قصوى بالنسبه لبلايلي من اجل رد الاعتبار لنفسه بعد انتقادات التي طالته في الفتره الماضيه بعد ازمته مع نادي ستاد بريست، وين وصفت باللعاب الغير محترف والغير منضبط، اذ يسعى النجم الجزائري للتالق في مواجهه مجموعه من افضل اللاعبين في العالم يتقدمهم ليو ميسي يعني بابي ونيمار وسيرجيو راموس يعني وحكيم اشرف حكيمي. حنا نقولوا بلي اليوم وين غادي نشوفوا بلايلي يعني في هذه المباراه اللي رانا نحضروا عليه، وتكون مباراة تكون في صالحه، خاطر عليه تكون عليه نقولوا تكون في صالحه. اللاعب هذا نجمو نقولوا اللاعب هذا وين خاصة وين علق المدرب نادي أجاكسيو يعني عن انضمام الدولي الجزائري يوسف بلايلي إلى صفوف نادي الفرنسي، وين تكلم يعني والتي تسبق لقاء باريس سان جيرمان المقررة اليوم يعني قال لك وين يتمتع بلايلي بامكانيات جيده، لديه من المؤهلات ما يمكنه تشكيل يعني الخطر على اي مدافعين الخصم. منذ بدايه الموسم لدينا بعض الصعوبات على مستوى الخط الهجومي، ومن دون شك سيكون اضافه كبيره في المباراه اليوم. المهم اوكي غادي تقعد عند بلايلي، نتمنى ان شاء الله ما يكونش تحت الضغط وصاي هكا، ما يكونش تحت الضغط يلعب اليز يلعب، ويكون لازم يكون كيما يقول لك لازم اللي يستعمل الخبره تاعو يعرف كيفاش تكون عنده يعني ما تخافوش عليه، هو ما تخافوش عليه كان مليح ما تخافش عليه، اذا كان مليح يعني يفرحك. ويبدو ان الامور مهاجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي قد انقلبت رأس على عقب بالنسبة له وبشكل إيجابي منذ وصوله إلى ناديه الجديد أجاكسو الفرنسي، وسجل جناح الطائر المنتخب محاربي الصحراء أول ظهور رسمي له رفقة فريقه أجاكسو في الدور الفرنسي، وين قدم عروض لفتت للأنظار ومساهمة بشكل فعال في عودة فريقه بنقطة التعادل المهمة من خارج الديار بنتيجة هدف أمام تور. يعني شوف التعادل جاء في وقت حساس، يعني رجعوا بتعادل بلايلي وين قدم يعني مستويات، وين فرحوا بالتعادل يعني اسم النقاط، فرحوا بالتعادل. غادي تكون مشاهدة كبيرة، يعني غادي تكون عندهم مشاهدة كبيرة في المباراة هذه، وين خاصة باريس سان جيرمان مباراة جوكر، وغادي كاين مباراة واحدة تاع فرنسا تشوفوا بقيلا كاين مباراة واحدة غادي يلعبوها، شوفوا تشوف ما على بالي كاين مباراة واحدة تشوف. ايوا كاين مباراة واحدة أجاكسيو، كاين طليان كاين جوفنتيس إيبولي على 47 دقيقة، أجاكسيو باريس سان جيرمان على 8، يعني لي زونغلي مكاش، لي زونغلي مكاش هادو إن شاء الله، تما كاين دو بارتي ملاح وصايك، مكاش الألمان مكاش الجزائريين مكاش. اسبانيا مكاشي، غرناطة رياض هذه القسم الثاني هذه، ايوا هادو اللي كاينين، كاين تما غدوة ان شاء الله، كاين قلت لك غدوة اليوم كاين اجاكسيو باريس سان جيرمان، والطليان كاين جوفنتيس ايبولي، يعني الشامبيونة هذه، يعني احنا المهم تما غادي نقارعوا له هو، يعني نقارعوا انا وعد الناس نقارعوا البلايلي، نتفرجوا في بلايلي ان شاء الله يكون في المستوى ويفرحنا نفرحوا ان شاء الله بربي، لعاب يعني خاصه وين امام باريس سان جيرمان، ونعرفوا بلي باريس سان جيرمان ما عندهاش محبين بزاف، ماذا بينا بلايلي يصنع الحدث. هذه هي، اعطونا شاب كومونتير، بارطاجونا الفيديو
واللي مشي ابوني معنا ابوني معنا، تبقى دائما معكم جديد. صحيح وخاطئ.